بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة موقد أو بوتاجاز للرحلات من قلب الكنز. أول حاجة هنقطع قلب الكنز كده. هنحط العلبتين دول، الجزئين دول في بعض كده. الاول نحط ما بينهم حط ده قطن عادي، بعد كده نحط بعد كده هنسقب العلبة اللي فوق دي، نعمل فيها مجموعة ثقوب. من كل ثقب والتاني حوالي سنتي تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملناها ثقوب من جميع الاتجاه، بين كل ثقب والتاني تقريبا سنتي صغير. نيجي هنا برضو نعمل ثقوب برضو علشان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عملناها كده على اساس ان ده موقد للرحلات، وحطينا جزئين في بعض وبينهم قطن. دلوقتي هنحط السبيرتو، اللي هو ده سبيرتو او كحول او اي ماده مشتعله. طبعا احنا مليناه لغايه الاخر. ميزه القطن ان هو بيمتص السائل المشتعل، بحيث ان هي في الرحلات لما بعد ما تنتهي ما يتسكبش على طول، ما يبقاش سهل ان هو ينسي. بعد كده هنروح جايين هي في الاول بتتنيها بتبقى بطيئه، بعد كده بتزيد الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البوتاجاز عشان يولع لازم الأول نحط قطنة زي كده فيها سبيرتو. بعدين لما يسخن الموقد او البوتاجاز، بعد كده بتطلع الشعل منها.
طبعا مهم جدا التجربة دي فيها خطورة، مهم جدا يكون في طبق حاجة معدن تحت البوتاجاز وفي البيت، إذا كانت عاملة في البيت ده مصمم للرحلات في الخلا يعني. فمهم جدا ده لو اتعمل في البيت يكون في حاجة معدن أمان، وإن يكون في حاجة تطفي بيها البوتاجاز أو تطفي بيها هذا الموقد، حاجة يعني كده بحيث إنها إيه بتعمل تحط عليه كده ده ينطفي بهذه الطريقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو المنفعة لعامة الناس في، وإنها مش أي حد يعمل الموضوع ده في البيت، لأن في برضه نسبة خطورة لأنها مواد مشتعلة وممكن تسبب حرائق إذا اتعملت في وجود حد ما عندوش علم أو طريقة معينة بتعامل مع الحرائق والمواد الملتهبة والمشتعلة. لكن هو مصمم إن هو ينفذ في الرحلات والرحلات الكشفية أو يكون موجود في السيارة في الطريق وهكذا. والسلام عليكم.